النهارده كان السيد سامح شكر وزير الخارجيه في الاردن، ولقاء مع الدكتور ايمن الصفدي وزير الخارجيه الاردني، والسيد فؤاد حسين وزير الخارجيه العراقي. وطبعا حضراتكم عارفين طبعا في تعاون وتنسيق كبير بين مصر والاردن والعراق في اطار التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثه والشراكه اللي موجوده بين الدول الثلاثه. وكان في ايضا دعم كبير جدا للحكومه العراقيه التي تولت مؤخرا دعم من مصر والاردن، وكان في مؤتمر صحفي بين لوزراء الخارجيه مصر والأردن والعراق. نتابع جانب من هذا المؤتمر ثم أعود لحضرتك. شكرا جزيلا معالي الأخ أيمن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأيضا أود أن أشكر معالي الأخ سامح على عقد هذا الاجتماع وتناول مجموعة من المواضيع اللي تهم الدول الثلاثة. آلية العمل المشترك الثلاثي هي آلية تعود إلى حكومة الأخ عادل عبد المهدي، مروراً بحكومة الأخ مصطفى الكاظمي من الناحية من جانب العراقي، والآن حكومة الأخ محمد شياع السوداني. فهذه الآلية هي آلية عبرت الحكومات الثلاثة في العراق، وآلية نستند إليها للعمل المشترك في مجالات مختلفة، سواء المجال الاقتصادي أو التنسيق السياسي والعمل المشترك في المجال الدولي. وتم في هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع و لها علاقة بخاصة المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى أيضا التطرق إلى مؤتمر القمة أو مؤتمر بغداد النسخة الثانية، والذي ينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر. وأيضا تمت الإشارة في اجتماعاتنا اليوم، تم الإشارة إلى اجتماع القمة العربية الصينية اللي ينعقد في الرياض. هذه الآلية مهمة لاستمرارية العمل، وتستند إلى أيضا منطلقات عراقية، السياسة الخارجية العراقية تستند إلى خلق حالة التوازن في العلاقات، وخاصة في العلاقات مع دول الجوار. و السياسة الخارجية العراقية تهتم كثيراً بتقوية العلاقات مع جميع دول الجوار العراقي. فهذه الآلية ضمن علاقات أولاً دول الجوار العراقي، ولكن أيضاً ضمن إطار تقوية التعاون الاقتصادي. وهناك تحديات كبيرة تواجهنا كما ذكر، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي، أمن الدوائي، أمن الطاقة. هذه تحديات لأنها تحديات كبيرة وتتخطى الحدود الوطنية، نحتاج إلى علاقات إقليمية ودولية لكي نواجه هذه التحديات. درسنا هذه المسائل، وسوف يتم عقد اجتماعات قادمة سواء في بغداد أو في أماكن أخرى، ونتطلع إلى القمة الثلاثية في القاهرة. وشكرا جزيلا. قضايانا العربية كلها حاضرة عندما نلتقي، فنحن أمننا مترابط، اقتصاداتنا مترابطة، وبالتالي كلما نجتمع كل قضايانا مطروحة. واليوم أعتقد تحدثنا عن كل القضايا التي تهمنا والتي يشكل حلها إسهاما في تحقيق الأمن والاستقرار. مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، وبالتالي العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر هو كيف نعمل معا من أجل دعم العراق الشقيق، دعم أمنه، دعم استقراره، دعم سيادته، دعم اقتصاده، دعم إنجازاته. وهذا هو موضوع المؤتمر، وبالتالي عندما نلتقي، وكما تعلمون نحن نحضر الآن لاستضافة النسخة الثانية من هذا المؤتمر إن شاء الله هذا الشهر، والهدف هو أن نستمر على الزخم الذي كان بدأ في مؤتمر بغداد، من أجل مرة أخرى الموضوع الأساس هو كيف نقف إلى جانب العراق الشقيق، لأن كما نؤكد دائما، كما يؤكد قادتنا دائما، لابد من أن
ندعم العراق بكل إمكاناتنا، لأن في دعم العراق هو دعم لنا، دعم لمصالحنا، دعم لاستقرارنا، ودعم لقضايانا أيضا. فهذا هو هدف مؤتمر بغداد، وسيبقى مؤتمر بغداد يركز. وكان جلالة الملك كما تعلم استقبل دولة رئيس الوزراء العراقي، وكان التقى أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه اللقاءات هي في إطار العمل المشترك بين دولنا الثلاث من أجل أن نتفق على الخطوات العملية القادرة على أن تمكننا من تعظيم قدراتنا على مواجهة التحديات، وهي كثيرة كما ذكر أخي سامح وأخي فؤاد. نحن الآن نواجه، إضافة إلى الأزمات السياسية التي ما تزال تعصف بمنطقتنا، نواجه تحديات اقتصادية مردها الوضع الدولي. الأزمة الأوكرانية تركت تبعات كبيرة على العالم كله. كنا في جولة في أوروبا، وحجم التضخم في بعض الدول وصل إلى 20-30%، أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر. فكل هذه قضايا تستوجب أن نعمل معا، ونحن قادرون بعملنا المشترك على الأقل أن نخفف من حدة انعكاسات هذه الأزمات على بلداننا، وأن نضع آلية عمل مؤسساتية ممنهجة لأن نواجهها معا ونخدم مصالحنا. الآن أضيف إلى طبعا ما أكد معالي الوزراء فيما يتعلق بالهدف من المؤتمر القادم، وهو دعم العراق، دعم العراق لاستعادة استقراره، لتدعيم وتأكيد سيادته ووحدة أراضيه، والتعامل فيما بين الشركاء لمواجهة التحديات، وأيضا تجاوز الأثار اللي ترتبت على العمل البطولي اللي قام به العراق في مقاومة والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي لم تكن تستهدف العراق ولم يقاومها نيابة عن العراق ولكن نيابة عنا جميعا. فهذا عمل أدى إلى تضحيات وأدى إلى تأثير على المخدرات العراقية، وبدون شك أنه لابد أن يكون هناك تضافر في جهود الدول العربية والدول الشركاء لدعم العراق وتجاوز هذه التحديات. ونحن دائما نحضر في كل مناسبة تؤدي إلى تعزيز قدرات العراق، وأيضا إمكانية أن تكون العراق عنصر أساسي في الأمن القومي العربي الفترة الماضية وملابساتها وما أصاب العراق كان له تأثير سلبي على الحفاظ على الأمن القومي العربي واستمرار العمل العربي المشترك. نحن نتطلع إلى المرحلة القادمة لأن نتجاوز ذلك، وبالعكس يكون للعراق دوره الفاعل المؤثر في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن للمنطقة جمعاء. أنا أضيف أنه من ضمن الأمور اللي تناولناها وتناولنا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاثة، ولكن أتيح لي أيضا أن أتوجه بالشكر العميق لكل من العراق والأردن على ما نلقاه من دعم وتأييد قوي للأمن المائي المصري. هذه مواقف ثابتة، مواقف نعتز بها، مواقف مؤكدة للتضامن والإدراك الكامل لما تشكله هذه القضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري. مرة أخرى وبشكل علني أتوجه بالشكر لهما على هذه المواقف القوية النبيلة التي نعتز بها كافة الشعب المصري. شكرا. العمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع مستمر وماضي. أنجزنا الكثير فيما يتعلق بالبنية القانونية لهذه المشاريع والتحضيرات الاقتصادية. فيما يتعلق في المنطقة الصناعية العمل مستمر، وتم توقيع اتفاقيات للمضي بها. الربط الكهربائي تم توقيع الاتفاقية وبدأ العمل على الأرض من أجل الربط الكهربائي. كما تعلم هنالك ربط كهربائي قائم ما بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. الآن بدأ العمل على الربط الكهربائي أيضا مع أشقائنا في العراق، والهدف هو أن نربط الشبكات الثلاث حتى يكون هنالك تعاون مستمر في هذا المجال. أيضا على المستوى التعاون التجاري الاقتصادي أيضا تم توقيع عديد الاتفاقات، وبدأ
تنفيذها. في قطاع النقل أيضا تم تنفيذ التوافق على عديد من المجالات، فبالتالي الإنجاز مستمر، هو متدرج. ثمة ظروف سياسية إقليمية حالة ربما دون أن نمضي بالسرعة التي كنا نريدها. أشقاؤنا في العراق كان عندهم عملية سياسية كان يجب أن تنتهي، والحمد لله انتهت بنجاح حتى نستطيع أن نستعيد الزخم. فبالتالي العمل مستمر، التوافق موجود، التنفيذ بدأ. بعض المشاريع تأخذ أكثر من غيرها نتيجة لطبيعتها وظروفها وما تحتاجه من إمكانيات ومن تحضيرات، لكن كما قلت الرؤى واضحة، الإرادة موجودة، التعريف العملي للمشاريع التي فيها فائدة مشتركة تم، والإنجاز مستمر، لكن نتدرج فيما يحقق الفائدة من ذلك. فبالتالي العمل قائم إن شاء الله، والإنجاز مستمر.